برحب بحضراتكم من جديد في برنامج السادسة. الحقيقة عندنا دلوقتي موضوع الساعة جدلي جدا نظرا للجدل حوالين الأخطاء التحكيمية اللي بنشوفها مؤخرا وبنشوفها على فترات كتيرة. الحقيقة جدا في 2016 كان بدأ الاتحاد الدولي يفكر في تقنية جديدة تخلي اللعبة لعبة كرة القدم أكثر شفافية، تقلل الأخطاء التحكيمية اللي ممكن تكون بتضيع ماتشات وبتضيع بطولات. الحقيقة التقنية دي هي الفيديو أسيستنت ريفري أو الفار. إيه هو الفار؟ إيه الحالات اللي بيدخل فيها الفار؟ وهل بيتم تطبيقه بشكل صحيح في الدوري المصري ولا لا؟ كل ده هنناقشه مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو، كابتن ناصر عباس، الحكم الدولي السابق والمحاضر والمراقب بالاتحادين المصري والافريقي. منورنا يا كابتن. تحياتي لحضرتك كابتن ساره، وتحياتي لكل الساده المشاهدين. وطبعا زي ما حضرتك قلت كده ان عندنا تقنيه الفيديو والعالم كله بيهتم بتقنيه الفيديو النهارده. كابتن، ممكن قبل ما ندخل في تقنية الفيديو، كنت حضرتك لسه بتكلمني قبل الفاصل وانه حضرتك كان ليك قصة مع محمد عبد الوهاب، كابتن محمد عبد الوهاب الراحل. الحقيقة يعني التقرير اللي شفناه قد ايه بيرجع لنا مشاعر وذكريات، وربنا يا رب يرحمه ويصبر اهله، وقد ايه كان هو لاعب خلوق ومختلف. ربنا يا رب يرحمه، كلنا افتقدناه، النادي الاهلي افتقده، كل الجماهير وكل الناس الحقيقة افتقدته. اتفضل يا كابتن. هو طبعا انا كان ليا شرف ان انا في 2005 كان في بطوله كاس العالم للعسكري كانت موجوده في المانيا، وكان ليا شرف ان انا اكون موجود مع المنتخب العسكري مرافق، لان المنتخب كان بياخد معاه حكم وحكم مساعد لما كان بيسافر اي سفريه خاصه ببطوله العالم. فكان من نصيبي ان انا اسافر مع المنتخب في 2005 المانيا، وكان المنتخب بصراحه كان قليلين جدا اللعيبه، كانت يعني مش كل اللعيبه احنا واخدينها، لان كان النادي الاهلي عنده بطوله تقريبا وكنا محتاجين ان احنا ناخد منه عن اللعيبه، طبعا ما سافروش. فالمنتخب ما كانش هو المنتخب اللي احنا نامل ان هو يعني يكمل حتى الدور الاولاني او الدور الثاني. وكانت مفاجاه بالنسبه لنا ان احنا رحنا البطوله ديت، وسبحان الله ربنا كرمنا، ماتش كسبناه، في ماتش بقينا مش مصدقين ان احنا انت رايحه بتيم مش جامد قوي، وانت يعني حاطه في اعتقادك انك انت يعني اقصى حاجه توصلي لها انك انت ممكن تخش دور ال 16 وتخرجي. ولكن كانت مفاجاه ان احنا وصلنا الدور النهائي لكاس العالم العسكري، ودي كانت مفاجاه. كان محمد الله يرحمه كان بيلعب في يعني مش عايز اقول لك، انا في اليوم ده انا كنت قاعد طبعا بشجع منتخب بلدي طبعا، وانت مش متخيل لما توصل النهائي بقى والنهائي يروح منك. ولكن سبحان الله الهدف الوحيد اللي يجي ساره في المباراه كابتن محمد ابو هاب، وهي كانت مخالفه تقريبا على حدود منطقه الجزاء، بس كانت متطرفه شويه ومش سهله، يعني مش هي على الحدود مثلا مواجهه للمرمى، لا يعني هي كانت متطرفه كمان في حته صعبه شويه. وما كانش حد متخيل ابدا ان هو بسم الله ما شاء الله يعني من مره واحده بيلعبها راحت رايحه في المقص. وده كان هدف المباراه الوحيد، وخدنا كاس العالم العسكري في 2005 بفضل محمد من الناس الطيبين جدا يا ساره خالص، يعني مش عايز اقول لك قريب جدا من ربنا، هادي خالص، هادي كده تحس وانت قاعده معاه انت ذات نفسك في راحه نفسيه. يعني محمد حاجه تانية خالص، يعني لاعب فعلا ربنا يا رب يرحمه ربنا يرحمه يا رب ويسكنه في الجنه يا رب جناته، وطبعا اهله يا رب واهله كلهم. وعاوز اقول ان كره القدم كمان واللاعب لابد ان هو يعني الحته بتاعت ربنا دي جميله جدا، مش ربنا يوفقك وتبقى حاجه كويسه، لابد انك انت طبعًا تبقى يعني طبعا وفي اي مجال مش بس كره القدم، في كل المجالات يا ساره، في كل المجالات. هو يمكن محمد زي ما قلت يعني عمره ما سهل حد، يعني انا قعدت تقريبا هناك 20 22 يوم مع محمد هناك، كل الباسة بما فيهم ست اللي هو مصطفى كامل كان رئيس البعثه، وست اللي هو عبد الكابر كان موجود معانا، كل البعثه كلها محمد بالنسبه لنا كان حاجه جميله جدا جدا، ربنا يرحمه. وعمرنا ما نسيناه يا كابتن، وعمر ما جماهير الاهلي نسيته. والحقيقه زي ما حضرتك قلت كان لاعب خلوق جدا ومختلف جدا، ربنا يا رب يرحمه يا رب. ربنا يرحمه يا رب. نرجع يا كابتن لفلسفه بروتوكول الفار، بدايه من نظريه بقى والتطبيق العملي. بص يا فندم، بص ساره هقول لك على حاجه، هو المشكله كانت في ماتش زي ما قلت لحضرتك، المشكله كانت في ماتش فرنسا وايرلندا، ودي كانت في تصفيات كاس عالم تقريبا 2010، المباراه اللي هي المباراه الثانيه. المباراه الاولى كانت 1-1 على ملعب فرنسا، المباراه الثانيه كانت في ايرلندا،
فرنسا كسبت بهدف غير شرعي نتيجه لعب الكره بالايد. وطلع تيري هنري اعترف قال ان فعلا انا لعبت الكره بايديا، بس الكلام دوت بعد طبعا ما اعتمدوا النتيجه وبعد ما فرنسا راحت كاس العالم. ايرلندا عملت في الوقت دوت عملت مشكله كبيره جدا مع الاتحاد الدولي، وكانت طبعا عاوزه تعيد المباراه بعد التصريحات اللي طلع بيها تيري هنري في المباراه. لكن طبعا الاتحاد الدولي كان خد قرار ان الحكم قراراته في الملعب هي كانت قرارات تقديريه، وبالتالي من هنا بقى ابتدى بقى الاتحاد الدولي وابتدت الاتحادات الاوروبيه تفكر في التقنيه ازاي ان هم يجيبوا العداله التحكيميه من خلال تقنيه الفيديو. وزي ما حضرتك عارفه يمكن 2016 كانت في امريكا يمكن طبقت، بس مش بشكل رسمي، ولكن بشكل رسمي الاتحاد الدولي طبقها في كاس عالم الانديه، ثم كاس عالم 2018 في روسيا. والمفاجاه ويمكن دوت كان رئيس الاتحاد الدولي بانتينو كان اتكلم بشكل جميل جدا جدا عن التقنيه بالقياس ما بين 2018 كاس عالم و 2014 كاس عالم، عمل احصائيه عن الاخطاء التحكيميه. طبعا اكيد في 2014 كانت اخطاء تحكيميه كثيره جدا واثرت في نتائج المباريات. 2018 في الدور الاول بس يعني عاوز اقول لك ان نسبه نجاح المباراه وصلت تقريبا ل 8.8، ودي كانت حاجه انجاز كبير جدا جدا في التحكيم في هذه البطوله. من هنا ابتدى الاتحاد الدولي يبتدي يعمم الفكره على بعد الاتحادات القاريه وبعد الاتحادات الاهليه. بس الموضوع محتاج امكانيات على فكره، مش سهل. انت بتتكلمي في اعداد حكام، بتتكلمي في سيستم بتاع الفار ده عدد جدا. كبير من الكاميرات في الملاعب زي ما حضرتك ممتاز جدا، انت اتكلمت في حاجه مهمه جدا. يعني بيحتاجوا كام كاميرا مثلا يا كابتن في الملعب علشان نجيب الملعب من كذا زاويه؟ بص يا كابتن ساره، دي اقل حاجه في الملعب 6 كاميرات، اقل حاجه 6 الا ما يكون 8، دي اقل حاجه. على سبيل المثال في روسيا كانوا تقريبا 31 كاميرا موجوده. في روسيا هو نقول لي عدد الكاميرات ليه مرتبطه؟ ليه المرتبطه مثلا حضرتك يا ساره انت حكم وبعدين فات منك قرار ما شفتهوش، فالفار كلمك قال لك على فكره في مثلا ركله جزاء انت ما حسبتهاش، فبتحتاجي تروحي لغرفه المراجعه بتشوفيها. فانت بتطلبي منه وبتقول له طب من فضلك هات لي مثلا الزاويه وهات لي زاويه غيرها وسرع شويه او بطئ شويه او انا مش شايفه من دي، لحد انت عندك يقين يقين بان الحاله فعلا تستحق احتساب ركله الجزاء، تبتدي تروحي للملعب وتحسبي القرار. طبعا مش هيجي لك الزوايا ديت الا بيكون عدد الكاميرات في الملعب على الاقل 8 كاميرات تقدري من خلالهم تقدري تاخدي القرار الصحيح. طيب كابتن، احنا متفقين ان الفار جه علشان يبقى اللعبه اكثر شفافيه ومفيش اخطاء تحكيميه كتير وكده، ليه في بعض الحكام بيبقوا واخدين الموضوع قوي على قلبهم، متضايقين ان الفار بيستدعيه ان هو يشوف اذا كان القرار ده صح ولا غلط؟ ليه الحكام بتتضايق من الفار؟ بعض الحكام عشان ما بقاش بعمل. بالظبط كلامك مظبوط 100%، يعني بسم الله ما شاء الله بجد يعني حاجه جميله. الحكم دايما هو حاسس ان هو مش عاوز يغلط، يعني هو الحكم لما بينزل المباراه هو حتى بيكلم نفسه قال انا مش عاوز اروح للفار ده خالص. يعني هو بيكلم نفسه كده قبل المباراه انا مش عاوز اروح للفار. فلما البارمي بيجي يقول له تعالى هو هنا الحكم بيبقى مش عاوز اقول مصدوم، ولكن بتبص تلاقيه يعني ايه، هل الفار شاف حاجه انا ما شفتهاش؟ يعني هو بيكلم نفسه فبيبقى قلقان شويه من ان الفار يجيب له حاجه يكون هو مش يعني مش متاكد منها او مش ما شافهاش في الملعب. فمعنى ان هو الحكم بيروح حاجه من الاثنين، يعني هو عاوز يقول ان انا يعني قراري الافضل، لان في الاول والاخر خالص قرار الحكم هو اللي بيبقى قرار الحكم الرئيسي في الملعب، هو اللي ليه قرار الاول والاخير. يعني الفار بيتدخل وبيديك المشوره، القرار الاخير بيرجع للحكم. فعشان ارد على سؤالك، هي بتبقى حته برضك بنقول عليها ثقافه، يعني هو الفار لما يجيبك ما هو الفار عاوز يحقق العداله التحكيميه. واحنا كتيم ورك كلنا سواء كان الحكم او المساعد او المساعد الثاني او الرابع او غرفه الفار كلنا مسؤولين عن العداله التحكيميه. فمفيش ما يمنع مثلا حضرتك ساره معايا احنا فريق واحد، لما صح لي حاجه واحنا في الاخر خالص الهدف بتاعنا يبقى احنا حققناه وحققنا العداله التحكيميه للفريقين،
هو دوت الاتحاد الدولي بيقول كده. طب هو عشان افهم من حضرتك اكتر برضو، الحكم ده بعد كده بيتحاسب، في حد بيحاسبه؟ يعني انا لما يبقى عندي ركله جزاء صحيحه وما اتحسبتش، ده بعد كده يعني الحكم ده في تقرير مثلا بيجي؟ تمام. اولا انت عارف المباراه بتبقى في حاجه اسمها مقيم، في اسيسور بيقيم طاقم التحكيم، بيبقى موجود في ميدان اللعب في الملعب، بيقيم الحكم قراراته، بيقيم الحكم من ناحيه اللياقه البدنيه، بيقيم كمان طاقم التحكيم بالكامل. يعني النهارده احنا سبيل المثال عندنا في الدوري الممتاز في مباراه بتلعب النهارده، هتلاقي في كل ملعب هتلاقي في مقيم بيقيم اداء الحكام. طبعا بعد المباراه هو بياخد ملاحظاته على بعض الاخطاء التحكيميه، زي ما حضرتك قلت كده وتفضلتي ان ممكن انا كمقيم او سارة كمقيم انت شايف مثلا انا ما كنتش كويس في حاجه، بتكتبيها لي في الملاحظات وبتبعتي التقرير للجنه الحكام. هنا لجنه الحكام تقريبا كل اسبوع او اسبوعين بتعمل كورس الحكام كلها عن المباريات اللي هي اللي اتلعبت خلال الاسبوعين او الاسبوع، وبتطلع الاخطاء التحكيميه عشان خاطر الكل يستفيد منها. يعني ساره النهارده كان عندها مثلا حكم في ماتش كان مثلا عندها خطا في ركله الجزاء، فبتتشرح اللعبه للكل علشان كل الحكام تستفيد، ما تكررش الخطا اللي حصل مثلا مع ناصر او مع ساره. بيتعمل الكلام ده كل اسبوع تقريبا او كل اسبوعين، شرح الحالات التحكيميه اللي حصلت فيها مشاكل. وبالتالي طبعا هو الهدف ان احنا بنوصل ان الحكام تقلل من اخطائها في الملعب. طب انا متفهمه انه في نسبه من الخطا ممكن تحصل، لكن في حاجات برضو يا كابتن ما بقاش فاهمها قوي. يعني مثلا لو ركله جزاء وليد سليمان اللي هي المفروض صحيحه 100%، صح كده يا كابتن؟ تمام. صحيحه 100%. تمام. او الطرد اللي كان المفروض يكون لاسامه فيصل، يعني دي حاجات كده واضحه متهيألي مش المفروض ان يكون في اختلاف عليها، ليه برضو بنقع في غلط؟ ليه ركله الجزاء دي برضو ما اتحسبتش؟ ليه اللاعب ده ما اتطردش بالرغم التدخل العنيف؟ ده بالنسبه لي مش مفهوم. بالظبط زي ما حضرتك قلت كده، اولا يعني الحكم احيانا بيكابر ساره، بيكابر يعني ايه؟ هو الفار لما بيجي بيقول له مثلا يعني السؤال يتقال ازاي؟ انا بسال الحكم ذات نفسه، هو الحكم الفار لما بيجيبك هو بيجيبك ليه؟ اسال نفسك السؤال ده انت كحكم. لما الفار بيقول لك تعالى عشان تشوف حاله، هو بيجيبك ليه؟ لابد ان هو يكون عنده حاجه انت ما شفتهاش في الملعب. برافو عليك، انت ما شفتهاش في الملعب. يعني مثلا على سبيل المثال انت اغفلت احتساب ركله جزاء، او نتيجه مثلا ما عندكش زاويه رؤيه واضحه، نتيجه كنت بعيد عن الحدث فما قدرتش تقيم الحدث بشكل جيد فما شفتش. طالما ما شفتش مش هتحسب. هو هنا الفار بيجيبك ليه؟ عشان يقول لك هو الفار عنده حاجه انت مش عندك انت. تمام. لما نروح لعبه النادي الاهلي وليد سليمان، خلي بالك من الحالات، ركلات الجزاء يا ساره اسهل ركله جزاء تيجي الحكم في ماتش، ولا محتاجه بار ولا محتاجه حد يساعدك فيها ولا حاجه خالص. بنقول ان احيانا بيبقى القرار صعب في حاله صعبه، انما تبقى الحاله واضحه. يعني ايه؟ اولا المنافس واللاعب الاخر الاثنين موجودين في مكان ما حدش خالص يعني مانع الرؤيه للحكم، فالاثنين واضحين جدا. المخالفه تمت نتيجه القفز طبقا للقانون، اللاعب قفز ودفع واضح جدا، بيقول لك الحاله سهله جدا. ودي اي حكم بنقول عليه مبتدئ هيصفر ركله جزاء. ليه بقى ده ما حصلش؟ يعني انا عارف حضرتك ما كنتش في الملعب، بس دي بصي يعني نقول حاجات كتير. يعني ممكن حكم عنده زاويه رؤيه خاطئه، ما شافش بشكل كويس، حكم كان بعيد شويه، حكم قدرها ان ده تنافس عادي، يعني قال ان مفيش مخالفه. يعني هو بصي ساره احنا بنختلف كلنا عن بعض، في عندنا فروق فرديه. يعني انت قد تمتازي مثلا وانت حضرتك بتقدمي دلوقتي برنامج جميل، عندك المهارات الكبيره مش موجوده عند حد. فروق فرديه، في حكم عنده مهاره فنيه وموهبه، وفي حكم يعني بيشتغل بالقانون بس. يعني في حكم يقدر يدير المباراه. بس حضرتك قلت برضو يا كابتن دي اي حكم مبتدئ يعرفها. بالظبط. هقول لك على حاجه كمان المفاجاه. طب انت ما شفتش وما قدرتش ورجعت للفار، الفار بقى هو اللي جابك وقال لك وشفتها بقى من كذا زاويه، وجاب له يعني الماتش طبعا كان فيه كاميرات كويسه، جاب له افضل زاويه. وطبعا هي لازم بي 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 يعني بتطلع احنا بنشوفها في
في التلفزيون احنا الجمهور بيشوف الزاويه اللي جت للحكم بالظبط، جاب له افضل زاويه وافضل رؤيه ليه. وانا عن نفسي انا كنت قاعد قلت خلاص يعني هو هيرجع هيحسب رجل جزاء، ما فيش مقابره ما تكبرش يعني انت ما تحاولش تجبر. انا هحكي لك موقف في كاس عالم 2018 في روسيا نفس الشيء، بس الحكم روحوه قال لهم على السلامه، وكان حكم مين مصنف في المانيا فليكس بريتش، الحكم الالماني اللي هو فليكس بريتش الحكم الالماني ده رقم واحد وكان مصنف في النخبه ايه. واللي هناك في كاس عالم 2018 نتيجه ان هو ما نفذش البروتوكول بشكل صح، يا دوبك الدور الاولاني خلص وقال لهم متشكرين متشكرين اتفضل. فاللي انا برجع له ايه، بقول لك هم جابوك في حاله هي سهله، ولكن جابوا لك قالوا لك تعالى شوف، جابوا لك افضل زاويه ومع ذلك انت رحت شفت. يعني انا كل الناس اللي شافت المباراه الحكم يرجع يحسب ركله جزاء مفيش فيها هزار، اتفاجئنا كلنا ان هو رجع شاور ان مفيش ركله جزاء وعدت اللعبه، وطبعا مفاجاه يعني انا مش شايف في سبب ابدا ابدا. طيب للحكم. احنا هنشرك معانا كمان يا كابتن ناصر في الحديث كابتن ايمن دجيش الحكم المساعد الدولي السابق، منورنا يا كابتن في برنامج السادسه. تحياتي ليك يا استاذ ساره، وتحياتي لكل المشاهدين، وتحياتي للكابتن ناصر عباس الاخ العزيز اللي دايما بنستفيد منه. يعني كنا بنتكلم يا كابتن عن ان بيبقى في حالات واضحه جدا في التحكيم وممكن الحكم يرجع للفار ومع ذلك ما يحسبش القرار او ما ياخدش القرار الصحيح، زي مثلا ركله جزاء اللي كانت المفروض تتحسب لوليد سليمان. كنا بنقول انه ليه ممكن يبقى الحكم متوفر له كل ده وان هو يرجع للفار ويشوف ويشوف اللقطه من كذا زاويه ومع ذلك ما تتحسبش او الحكم ياخد القرار الصحيح. بص يا استاذ، يعني عايزين مبدئيا كده عايزين نقول ان تقنيه الفار هي طبعا بتوصلنا نسبه كبيره من العداله، يمكن الكابتن ناصر كنت سامعه بيقول، ولكن هي برده ما بتوصلناش، يعني الناس برده لازم تبقى عارفه وتبقى عندها علم ان هي ما بتوصلناش لدرجه ال 100% من العداله. يعني احنا علينا بالعداله شويه، وصلنا ل 80% 85%، في حالات كتير في الدوري المصري الفار تدخل فيها وحل فيها، لكن بتقابلك حالات زي اللي حضرتك الحاله اللي فيها حاله وليد سليمان. طبعا دي كانت حاله غريبه، يعني انا اعتبر ما هو بالظبط احنا متفاهمين جدا يا كابتن، بعتبرها الحاله الاغرب، يعني الاغرب في الدوري بعد ما ابتدى، يعني بعد الايقاف اللي احنا وقفناه كانت من حكم اجنبي كمان. فالحقيقه كانت غريبه جدا ان انت هل الحكم، هل انت مثلا في حكم يعني ممكن ما اعرفش بيروح يبقى هو عنده كبر شويه، او هو مثلا لما بيتغيير او بيفكر ان هو لما ياخد قرار حد يستدعيه في لعبه ويروح ياخد قرار ثاني، دي بتبقى في حاجه في تعامل نفسي مع الحكم. يعني انا لاحظت الحكم ده بالذات يعني انا حسيت ان هو خدها كده لما استدعوه، ولكن هي طبعا كانت لعبه صريحه جدا، يعني سهله، يعني سهله تحكيميا، كانت لعبه سهله تحكيميا. طيب. احيانا بيحصل، يعني عايزين نتكلم على التقنيه في العموم في الفتره اللي فاتت. بالظبط كنت عايز اسال حضرتك فعلا عن تقييمك لتطبيق الفار لحد دلوقتي في الدوري المصري. الدوري المصري التقييم الحمد لله احنا وصلنا لمرحله الى حد ما كويسه، لسه قدامنا كتير، لان احنا الايقاف اللي وقفناه بسبب الوباء اللي ربنا يرفعه عننا وعن العالم كله اثر جامد في موضوع التدريب بتاع الحكام. عشان نتكلم بصراحه ونبقى وضوح مع الجماهير ومع الناس لما نيجي نتكلم طبعا. على التقييم اتفضل يا كابتن. لازم نتكلم بصراحه ان احنا ما خدناش التدريب الكافي، يعني احنا خدنا الموضوع جه بسرعه، كان مفترض ان احنا في الخمس شهور اللي وقف فيهم النشاط دي ان التدريب يستمر والحصول على الرخص والتدريب للحكام يستمر. عشان كده احنا بنلاقي عندنا بعض الحالات اللي احنا بيحصل فيها من قله التدريب بيحصل التعامل مع الحكام، اذا كان من الحكم اللي في الملعب او من الحكم اللي في غرفه الفار بيحصل بعض الاخطاء، لان هو برده معذور لان هو ما مرش بمرحله اللي هي المطلوبه عدد ساعات للتدريب. يعني الموضوع يحتاج تدريب، لكن احنا التجربة نجحت، لجنة كوميتية أفادت الدوري المصري كتير جدا في الفترة اللي فاتت، يمكن في حاجات كتير الفار وصلنا نسبة كبيرة من العدالة، لكن في نفس الوقت في بعض حالات يمكن آخرها مثلا حالة امبارح، يعني كان في حالة امبارح مثلا اللي كانت الهدف اللي اتلغى للنادي الأهلي، يمكن هي قصة طبعا عشان وضوح، يمكن كان في صفارة مستعجلة الحكم النهارده، الحكم المفروض ان هو يعمل ديلي يتأخر ويكمل اللعبه وبعد كده الفار
يبقى في مراجعه. يمكن الكابتن ناصر قال يعني هو طبعا قال واتكلم في الموضوع دون فعلا. فطبعا السفاره الناس برضو عشان احنا بنقول للناس عشان الناس برضو لازم يبقى عندها ثقافه الفار المشاهدين يعني. طالما لو الحكم طلع السفاره خلاص الفار ما لهوش تدخل لان اللعب هنا حصل فيه ايه؟ اللعب توقف. طالما اللعب توقف خلاص مش هيبقى فيه مراجعه. فده اللي حصل في اللعبه بتاعت امبارح. طيب دلوقتي يا كابتن ايمن برضو كنا بنتكلم عن حته ان الحكام بيبقى عندها كبر شويه او بتتضايق شويه بعض الحكام من استدعائهم يعني للفار، بيحس ان هو الثقافه دي ممكن تكون مش موجوده عند بعض الحكام، بيحس ان هو ده معناه ان هو عنده مشاكل. هو انت دخلت حضرتك في حته ثانيه، احنا اتدربنا وعملنا كل حاجه، دخلت في حته برضه هتخش فيها حته الاعداد النفسي شويه. بالظبط. تجربه جديده والاعداد النفسي عموما مش موجود عندنا، موجود عندنا في التحكيم، وانا قلت كتير وقلت في حته كتير لازم يبقى موجود. الحته دي لازم تبقى موجوده عند الحكام، لازم نعرف ان احنا النهارده كنا بندير المباريات اثنين مساعدين وحكم رابع وحكم في الملعب، اربع حكام مثلا، وكان في حكم اضافي يتشال. النهارده اللي موجودين في الفار في غرفه الفار دول حكام. النهارده احنا بننزل نحكم، المفروض ان احنا موجودين ست حكام، ثلاثه في الملعب وفي حكم رابع وفي اثنين في غرفه الفار. السته دول زي مع بعض تعاون بينهم للوصول للعدل والوصول للحقيقه والوصول. النجاح نجاح للسته مش نجاح لواحد بس على فكره. يعني التعاون بينهم هو اللي بينجح. لازم الحكام كلها يوصل لها الكلام دوت. لازم يبقى الحكم اللي نازل يحكم هو الحكم اللي في الفار، او لازم الروح تبقى كده. ده اللي احنا اتعودنا عليه في التحكيم. طيب خليك معايا كابتن ايمن. كابتن ناصر برضه احب اشارك حضرتك في الحوار معانا وتتكلم مع كابتن ايمن، انه شايف برضه متفق معايا انه لحد دلوقتي تقنيه الفار اثبتت وجودها في الدوري المصري في ظل الاخطاء التحكيميه الكتير اللي موجوده. هوجه بقى الكلام لكابتن ايمن. هقول لك كابتن ايمن، يمكن بنتكلم في جزء مهم جدا. احنا جينا في فتره من الفترات قبل تطبيق تقنيه الفار كان هناك اخطاء تحكيميه موجوده، واعتقد اثرت في نتائج المباراه يا كابتن ايمن. هل الفتره ديت الاخطاء التحكيميه والعداله التحكيميه اتحققت، ولا الفتره اللي هي في تطبيق تقنيه الفار؟ لو رجعنا وحضرتك المباريات كلها واحنا متابعين، حضرتك متابع وانا متابع المباريات، مباريات كتير كان في الفار فرق فيها كتير جدا جدا جدا، وحاجه كويسه جدا، ووصلنا العداله في ماتشات كتير جدا، وصلنا العداله كتير جدا في بعض في المباريات. لا يعني في نسبه نجاح كويسه ان احنا وصلنا لدرجه الى حد ما كويسه، ما وصلناش على المطلوب، لكن هو كان في مباريات كتيره كان ممكن يبقى فيها. لو يعني احنا ممكن نقول يا كابتن ناصر لو التجربه لعد انت المباريات، لو التجربه دي ما كانتش موجوده في الدور الثاني كانت هتبقى المشاكل اكتر بكتير ولا لا؟ هو ايمن يقصد ايه ساره؟ يعني هو يقصد حاجه مهمه جدا. على فكره لو احنا عملنا احصائيه لكميه التدخل من الفار في الاسابيع اللي فاتت، على فكره هقول لك على مفاجاه، ان هناك قرارات كتيره اتدخل فيها الفار، وزي ما نقول كان الفار هو قراره الصحيح نتيجه ان الاخطاء التحكيميه كانت كتيره، والحكام هنا يعني نتيجه التعويل على الفار وهو ده عارف المطلوب. ان في فار، هو ده المطلوب من تطبيق التقنيه. اللي انا عايز اقوله بقى يا ساره، عارفه ايه هي؟ هو ان انا بقول للحكم وانت جاي تحكم من فضلك انسى ان في فار، وده على فكره موجود في البروتوكول. يعني ايه؟ انت اعتمد على نفسك، اعتمد على نفسك انك انت ما تحطش في دماغك ان الفار طالما موجود انت تكسل وما تجريش وما تروحش في الزاويه المناسبه. حاول تجتهد وتحدي نفسك انك انت ممكن تقول انا مش هروح للفار خالص، بس ده على شرط انك انت تبقى مجتهد وتجتهد. تمام كابتن ناصر، خليني اشكر كابتن ايمن دجيش، كنت منورنا في برنامج السادسه، ولسه كلامنا مستمر عن الفار والحالات الجدليه اللي بتحصل خصوصا في الدوري المصري، بس بعد الفاصل. برحب بحضراتكم من جديد، ولسه كابتن منوردة وبنتكلم عن الفار والاخطاء التحكيميه. وكنت بسال حضرتك قبل الفاصل، هل كثره الاخطاء التحكيميه اللي بيرجع لها او الفار بيصلحها بتقلل من تقييم الحكم؟ اكيد اكيد، كلامك وسؤالك محترم جدا جدا. ما انا النهارده يعني لو انا شلت الفار وقيمت الحكم، ما ينفعش النهارده يبقى عندك مثلا 3 4 5 اخطاء مؤثرين في المباراه. ما انت جاي ليه تحكم ليه؟
يعني حضرتك انت جاي من بيتك ليه كحكم، او انت جاي من بيتك ليه كمساعد عشان تشتغل. واحنا قلنا الحكم الافضل هو الحكم الاقل اخطاء. يعني الحكم الافضل عندنا اقل اخطاء، يعني مثلا حكم عنده خطأين غير لما يكون عنده ثلاثة، غير لما يكون عنده أربعة، غير ما يكون عنده مثلا ولا خطأ. يبقى عندنا هو الحكم الافضل. انا بالنسبة لي الفار صحح لك اخطائك، ولكن انت عندك مشكلة في تقييم الاخطاء، عندك مشكلة في الناحية الفنية، عندك مشكلة في الناحية البدنية، ما بتجريش كويس، مش مهتم، مش مهتم بنفسك. بص يا سارة، الحكم اللي مش مهتم، انا بقول اهوت، وانا الكلام ده انا قلته كمسؤول، لا الحكم مش مهتم مش معانا. يعني قلت ان الحكم مش مهتم، مش حابب ينجح، خلاص يقعد ويتحاسب. في حكام بتبقى تقيله في الملعب يا كابتن، مش واقفه في مكانها الصح، الكره بتخبط فيها، الكلام ده صح؟ كابتن جميل جدا، انت بتتكلمي في ايه بقى؟ في حكم وزنه زايد. تمام. يعني انا عاوز مره، يعني انا مره بحكم ماتش وكنت انا الحكم، وكان عبد الحميد بسوني كان كابتن فريق حرس الحدود. وبعدين حتى يعني كنا يعني علاقه جميله جدا بين الحكام وبين اللعيبه، فكان بيشتكي من ان كان كابتن حلمي طولان بيوزنهم بالجرام. بالجرام يا ساره، يعني مثلا لما تخش المطعم في الفندق تطلع تتوزن، لان احيانا انت ما بتقدرش تعمل كنترول على نفسك في الاوبن، وبتاكل. اللعيب لابد ان يكون عنده وزن ملتزم بالوزن اللي عنده، لان الكيلو في الوزن للاعب او للحكم بيعملوا مشكله. زي ما حضرتك قلت كده، في التحرك ببقى تقيل، في الرشاقه والمرونه ما عنديش. اذا المفروض الحكم انه يكون عنده لياقه بدنيه عاليه جدا، عنده تمركز كويس قوي، وعنده رشاقه ومرونه تبقى موجوده. طب في حاجه كمان مهمه يا كابتن، هو ممكن كثره الاخطاء التحكيميه مع وجود الفار في مصر يخلي الاتحاد الدولي مثلا يسحب رخصه الفار من مصر؟ شوف هقول لك على حاجه، هو الاتحاد الدولي زي ما انت قلتي، معرفش انت السؤال ده جميل جدا انت جبتيه ازاي، ولكن في حاجه مهمه جدا، ما هو الاتحاد الدولي اللي جه اداك الرخصه، هو اداها لك ليه؟ علشان في بروتوكول تبتدي حضرتك تمشي عليه، لما يلاقي ان البروتوكول مش بيتنفذ ومش بيتطبق، لا ده خلي بالك الاتحاد الدولي دوت، يعني انا النهارده انا هو عاوز ينشر الفار على مستوى العالم. يعني هو عاوز يعمم الموضوع دوت في جميع الاتحادات الاهليه، يعني يبقى في مصر وتونس والجزائر، الفرق دي الانديه ما عندهاش او الدول ما عندهاش امكانيات، ولكن انت ما تجيش انا بعد ما اتعب معاك واجي اديك الدرس واديك الكورس حضرتك تطبق غلط. وبالتالي زي ما انت قلت كده، ممكن اوقف رخصه الفار، اوقف لحين تصحيح المفهوم ولحين التدريب مره ثانيه. انت حضرتك قلت سؤال مهم جدا جدا، ومن سؤالك دوت بقول لحكامنا مصر، وبقول المسؤولين عن لجنه الحكام، يا جماعه خلي بالكم ان البروتوكول يتطبق بشكل صحيح، وان هنعمل كمان قعدات مع حكامنا، نعمل حاجه اسمها الكورسات اللي بتتعمل، نفهمهم ان التطبيق لابد ان يكون صحيح، عشان خاطر ما يبقاش يحصل زي ما حضرتك بتتكلمي كده، ان ممكن يوقف التقنيه وبعد كده نشوف بقى هنتدرب تاني ونشوف هنعمل ايه، لكن احنا خدنا ميزه لابد ان احنا نحافظ عليها. اكيد طبعا. طب كابتن ناصر، ايه الرخص اللي المفروض الحكم تبقى معاه علشان يقدر يستخدم التقنيه دي او يقدر يمارس العمل بالشكل الصحيح؟ وهل كل الحكام في مصر معاهم الرخص دول، رخص الثلاثه دي؟ تمام بالظبط، عشان الناس فاهمه الموضوع غلط. يعني بتقول ايه، طب لو الحكم بيحكم المباراه وحصلت له اصابه يا ساره، حصلت اصابه للحكم، طبقا للائحه مين اللي يحل مكانه؟ الحكم الرابع. طيب احنا عندنا في مصر الحكم الرابع مش معاه رخصه الاونفيلد، مش معاه رخصه الاونفيلد، هي رخصه الملعب. ما ينفعش ان الحكم الرابع ينزل يحكم هو اصلا مش معاه رخصه، اذا ساعتها التقنيه تتلغي، حكم الفار يتلغي، التقنيه تتلغي. فعشان كده احنا بنقول ايه، في حكام معاها رخصه الفار اللي هي خاصه بالملعب بميدان اللعب، في حكام خاصه بالفي اي ار او الفيديو اسيستنت ريفري، وفي حكام خاصه بالايه بار. قليل قوي اللي في مصر اللي واخد الثلاث رخص تقريبا، من الحكام الدوليين اللي هم راحوا البطولات الخارجيه، زي جهاد جريشه، زي امين عمر، زي محمود ابو الرجال، ابراهيم نور الدين تقريبا، بنا، مش عاوز انسى حد. ده ممكن يلعب حكم فار وحكم ملعب يا ساره. يعني جهاد النهارده لو طلب في ماتش، جهاد جريشه مع ابو الرجال، مع احمد حسام، مع اي حد، لو طلب في مباراه مثلا في اي دوري،
ممكن يجيبوهم فار يشتغلوا فار، ممكن يجيبوهم ملعب يشتغلوا ملعب، ولكن مش كل الحكام عندنا عندهم رخصه الملعب والفار. احنا بنقول بقى الفتره اللي جايه، الفتره اللي جايه اللي خد رخصه الاونفيلد تمام في الكورس اللي جاي ياخد رخصه الفار والعكس، بحيث ان الكل يبقى عنده الرخصه اللي بنقدر من خلالها حتى لو حصلت اصابه للحكم في الملعب ممكن الحكم الرابع يحل المشكله وما نلغيش تقنيه الفار، ينزل يكمل مكانه مفيش مشكله خالص. انما الفتره اللي جايه محتاجين شغل كتير جدا يا ساره بجد، شغل اللي مطلوب من لجنه الحكام في الفتره اللي جايه، لان زي ما قلت الموضوع محتاج جهد وتعب من الكل، من الكل. احنا عندنا تجربه جديده والمفهوم لسه ما وصلش للمرحله اللي احنا نقدر نطبق فيها بشكل جيد، فمحتاجين دايما مع حكامنا دايما في المحاضرات دايما نكلم الناس بحيث ان احنا التجربه تمشي بشكل كويس. طبعا يا كابتن ناصر يعني دايما بنستمتع بتحليل حضرتك في الاستوديو التحليلي او لو معانا هنا، واكيد حضرتك تبقى معانا كتير الفتره اللي جايه لان من الواضح ان الاخطاء بتزيد يا كابتن مش بتقل. يعني هي بص انا يمكن قلت الكلام ده امبارح، قلت احنا نتمنى طبعا احنا نستفيد من اخطائنا اكيد. يعني بص أكيد. بص بص يا ساره هقول لك على حاجه جميله جدا. هو انا مثلا في حاله امبارح في حاله ماتش النادي الاهلي احنا بنتكلم فيها، امين عمر حكم كبير جدا جدا، وعلى فكره هو مرشح لكاس عالم 2022 وتم اختياره في القائمه الاولى المصري الوحيد. ونامل بس هم لسه ما خدوش المساعدين لسه وهو حكم ستايل. يعني امبارح هقول لك على حاجه جميله، امين عمر امبارح جري تقريبا زي ما اللاعبين في الملعب هم جروا، تحرك تمركز سرعه عمل كل حاجه جميله جدا جدا، ولكن حته اللي هي شويه تركيز في بعض الحالات الحاله اللي فاتت منه، لا ان شاء الله باذن الله احنا نتمنى ليه في كاس عالم اللي جاي يكون موجود فيه مع اكيد حاجه تشرفنا جدا ومع حاجه تشرفنا جدا. كان جهاد جريشه تقريبا الحكم الوحيد في كاس العالم في روسيا 2018 تمام. حاجه مشرفه دايما يكون في حكام من عندنا في بيشرفونا في البطولات الكبيره طبعا وفي كاس العالم. ونورتنا جدا يا كابتن ناصر وهتنورنا اكتر الفتره اللي جايه باذن الله. وعايزه بس اكد احنا مش ناسيين ابدا كابتن محمد عبد الوهاب في ذكرى رحيله، وفي كل يوم مش بس لما تيجي ذكرى رحيله قد ايه كان لاعب خلوق، 7 بطولات تقريبا مع النادي الاهلي، لاعب كبير على مستوى الفني وعلى المستوى الاخلاقي زي ما قلنا وزي ما بناكد. ربنا يرحمه يا رب، ويا رب في الجنه ان شاء الله، وربنا يصبر اهله يا رب دايما. ويعني ما فيش كلام احسن من ده انهي بيه حلقه السادسه النهارده. افتكروا في دعواتكم دايما يا احلى جمهور في الدنيا جمهور الاهلي، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده بكره من برنامج السادسه. مساء الخير على احلى جمهور في الدنيا، وارحب بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج السادسه. الف مبروك لفوز النادي الاهلي على المصري، الف مبروك لينا على 3 نقط، والف مبروك لينا على الاداء اللي ممكن يكون من افضل اللي حصل من ساعه ما رجعنا من فتره التوقف لفريق النادي الاهلي في مكاسب كتير قوي من مباراه امبارح. بس قبل ما نتكلم فيها، مساء الخير عليك يا احمد. مساء الخير يا ساره، ومساء الخير على كل جمهور السادسه، كل الاهلاويه اللي بيتابعونا، اهلا وسهلا بحضراتكم. زي ما قالت سارة، مبروك طبعا للنادي الاهلي فوزه امبارح على النادي المصري. واللي حضر وتابع حلقتنا امبارح يمكن يا سارة في السادسه واتكلمنا على مجموعه من الاهداف، انا بيتهيالي في تقديري يعني انه معظم الاهداف دي اتحققت، واعتقد انه في حاله رضا كبيره جدا عن اداء النادي الاهلي وعلى مجموعه المكاسب. واللي في اولها الحقيقه انه عندنا النهارده بادجي ماتش بعد الثاني بياكد جدارته بالفانيلا الحمراء، واعتقد انه الراجل امبارح قدم مباراة عالمية لدرجة برضو انه لتاني مباراة على التوالي ناس بتشوفه انه مان اوف ذا ماتش. عندنا طبعا الحاجة اللي كان مستنيينها او مستنيها جمهور الاهلي بشكل كبير جدا بقالهم فترة، والاصوات اللي بتنادي طول النهار انه صالح فين، صالح يلعب، صالح ياخد فرصة. اعتقد ان دي امبارح واحدة من اهم المكاسب، مش مشاركة صالح في حد ذاتها، لانه مشاركة اعتقد
الوقت ما يسمح لناش نعمل تقييم حقيقي لمستوى صالح جمعه، لكن دي خلينا نقول انه صالح موجود في الصوره، ودي في حد ذاتها مكسب كبير جدا من اهم مكاسب ماتش امبارح. زي ما قلت لحضراتكم الثلاث نقط اللي خدهم الاهلي امبارح يقطعوا بيه مشوار طويل جدا في مشوار حسم البطوله، واعتقد انه الاهلي من كل الماتشات اللي فضله يكفي فقط الفوز في اعتقد 5 ماتشات عشان يعلن رسميا فوز النادي الاهلي بدرع الدوري. النهارده في اكتر من موضوع وفي معانا فقره خاصه انا مش هتكلم فيها، ارجو من حضراتكم انكم تتابعونا لانه الفقره دي بيتهيألي عزيزه جدا، ذكرى مهمه جدا وعزيزه جدا وغاليه جدا على قلب كل اهلاوي. لكن الحقيقه كمان في فقره في غايه الاهميه، في اوقات كتير جدا يا ساره بيبقى المشكله مش بس في وجود القانون اللي يمنع اي مخالفه او يتعامل مع اي مشكله ايا كان نوعها، لكن المشكله الاكبر بتكون في كيفيه تطبيق القانون، اليه تطبيق القانون، وبيتهيالي بشكل كبير ده ينطبق على موضوع الفار. اكيد يا احمد النهارده يكون معانا كابتن ناصر عباس نتكلم اكتر عن الاخطاء التحكيميه، عن ليه الفار اصلا موجود، ايه الحالات اللي بيتدخل فيها الفار، هنتكلم بالتفصيل كمان عن كذا حاله حصلت في مباريات الاهلي اللي فاتت. بس احب ارجع كمان معاك واكد لكلامك على فوز الاهلي امبارح، انه الحقيقه فعلا من المكاسب انه انا شايفه ان احنا كنا من افضل الاداء الهجومي اللي عمله النادي الاهلي بعد ما رجعنا من فتره التوقف بسبب فيروس كورونا. يمكن فايلر فاجئنا بانه لعب بادجي ومروان، كانت مفاجأة متهيألي لينا يا أحمد، لكن الحقيقة يمكن فكره كان في محله. بادجي دايما بنقول من ساعة ما رجعنا من فترة التوقف كلنا بنقول واحدة بواحدة مع لعب مباريات أكتر مع إحراز أهداف بياخد الثقة بشكل أكبر، والحقيقة اللاعب ده بيثبت وجهة نظر إدارة الأهلي والجهاز الفني كمان في التعاقد معاه. الحقيقة لاعب سريع مهاري قوي بيتمركز بشكل كويس في الملعب يا احمد، وممكن يكون عنده ميزه لازم تكون عند المهاجم انه بيقدر ياخد الكوره من غير التحامات قوي قويه. بادجي ظهر بشكل كويس جدا والحقيقه بيطمنا ان احنا يبقى عندنا برده خط هجوم قوي جدا. مروان محسن ممكن يكون ما احرزش هدف امبارح، ولكن برده شايفه ان هو كان افضل من الماتشات اللي فاتت وخد الثقه كمان بعد احراز هدف الجونه في الدقائق الاخيره. طبعا من الحاجات السلبيه كانت اصابه عمرو السوليه، بنتمنى له الف سلامه والشفاء طبعا، ولكن من الحاجات الايجابيه زي ما احمد قال هو رجوع صالح جمعه، حتى لو لسه ما رجعش للمستوى اللي احنا عارفينه عليه، بس دايما بناكد ان صالح جمعه لاعب عنده كواليتي مش موجوده في لعيبه كتيره في مصر، وانه باذن الله لما يرجع لمستواه هيكون اضافه كبيره جدا ومهمه جدا للفريق. من وجهه نظري مشاركه العربي بدر برضو ايجابيه جدا، وهو ممكن نقول امتداد للعيبه الصاعدين من ناشئي النادي الاهلي، ودي الحقيقه حاجه ايجابيه جدا واحنا هنحتاجها كتير الفتره اللي جايه، وهو من الاسماء المتوقع ان هي تبقى مشاركه في الفتره اللي جايه في تشكيله النادي الاهلي. خلينا كمان نقول انه النهارده الحقيقه صحينا على خبر للاسف سيء، اصابه المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي بفيروس كورونا بعد ما اجرى طبعا المسحه وثبتت ايجابيه العينه. طبعا احنا طمنا عليه وعرفنا انه الحمد لله حالته الى حد كبير جدا مطمئنه، نتمنى له طبعا سرعه الشفاء، والحقيقه يمكن الى حد كبير جدا حاله الدعم والحب الكبيره جدا، حاله الدعم المعنوي طبعا من جماهير النادي الاهلي اللي بمجرد ما عرفت الخبر دخلت على السوشيال ميديا، اعتقد تفرق كتير جدا، ونتمنى ان شاء الله باذن الله الشفاء العاجل للمهندس خالد مرتجي. خلونا نبتدي مع حضراتكم حلقه النهارده ونروح لاهم الاخبار. راحه سلبيه 48 ساعه للاعبي الاهلي بعد الفوز على المصري. شكوك حول مشاركه السوليه امام دجله للاصابه. 4 مباريات تجهز الأهلي لمواجهة وادي دجلة. مسحات كورونا تتسبب في أزمة بين الجبلاية والأندية. ميسي يعلن التمرد وعقوبات كبيرة في انتظاره. ثورة في ليفربول لإعادة التبديلات الخمسة. الحقيقة طبعا بعد ما برحب بحضراتكم مرة ثانية، احنا عندنا لحد اللحظة نقدر نقول الكيرف في تصاعد مستمر، ويوم بعد الثاني اعتقد انه مكاسب الاهلي واضحة بشكل كبير جدا. شفنا ده بيترجم
امبارح في ماتش المصري، قلت لحضراتكم عدد كبير جدا من المكاسب، منها تجربه لعيبه جديده، منها دخول صالح جمعه في الصوره، منها تالق اليو بادجي، والاهم طبعا تحقيق الفوز، لانه الاهلي لما العجله بتدور بيبقى صعب جدا اي حد يوقفها. احنا عندنا سيكونس كده او الكيرف طالع، عندنا وادي دجله وبعدين حرس وبعد كده اسماعيلي، وندخل بعد كده في لقاء الوداد اللي لغايه النهارده ما اقدرش اقول انه هيتلعب في ميعاد، وفي كلام كتير جدا، لكن حتى اللحظه اللي بكلم حضراتكم فيها ما فيش حاجه مؤكده. على كل الاحوال طبعا مع دخول اكتر من لعيب في الصوره في الفتره اللي جايه، عندنا محمد محمود، عندنا كهربا، عندنا حسين الشرحات، اعتقد الاهلي ان شاء الله يستعيد قوته الضربه بشكل كبير جدا. امبارح بادجي، وبصرف النظر عن الثلاث نقاط، لكن والشيخ الحقيقه كمان لازم اشيد باحمد الشيخ، لانه الثلاث اجوان سواء الجونين اللي اتلغوا في الاول او الجون اللي جابه بعد كده بادجي، هتلاقوا حضراتكم دويتو كده مشترك الشيخ بادجي، والثلاثه بيقولوا انه عندنا مقدمه لثنائي اعتقد ممكن يكون فاعل جدا ومؤثر جدا في مشوار الاهلي في البطولتين. على كل الاحوال النهارده ريني فايلر المدير الفني نادي الاهلي قرر انه يدي لعيبه الفريق الاول راحه سلبيه، مش هيتمرنوا لمده يومين، 48 ساعه راحه كامله، بعد ما طبعا قدر النادي الاهلي يتخطى الفريق المصري امبارح، ومفترض ان شاء الله انه بدايه من يوم الثلاثاء اللي جاي هيبتدي الفريق يرجع مره ثانيه للتدريبات عشان يستعد بقى طبعا لماتش وادي دجله المنتظر ان هو يكون يوم الجمعه اللي جاي. فايلر من وجهه نظره بيفضل انه يدي اللعيبه راحه لمده يومين عشان يديهم فرصه للاستشفاء العضلي بسبب ضغط وارهاق المباريات المتتاليه خلال طبعا الفتره الاخيره. طبعا زي ما قلنا لحضراتكم كمان ان عمرو السوليه لاعب وسط الاهلي بيواجه شبح الغياب عن مباراه وادي دجله اللي جايه في الدوري يوم الجمعه، ودي طبعا في منافسات الجوله 24، وده بعد الاصابه اللي تعرض لها اللاعب امبارح قدام المصري، وخرج بشكل طبعا اضطراري زي ما شفنا، ما قدرش انه يكمل المباراه. الاصابه كانت عباره عن شد في العضله الاماميه، والاشعه هي اللي هتحدد خلال الساعات اللي جايه مده غياب السوليه عن التدريبات والمباريات، لكن بنسبه كبيره ممكن ما يقدرش يلحق مباراة وادي دجلة. طبعا بنتمنى له الشفاء في اقرب وقت طبعا، وحتى بس يعني نطمن جمهور الاهلي انه النهارده اي لعيب بيتصاب الناس الحقيقه يعني بتتكهرب طبعاً. يعني بس ان شاء الله باذن الله، حتى لو السوليه ما كانش موجود في ماتش وادي دجلة، فان شاء الله ماتش الحرس والاسماعيلي ان شاء الله يلحقهم ويكون جاهز باذن الله. على كل الاحوال كمان الجهاز المعاون لريني فايلر يمكن ابتدى يحضر لماتش دجله، تحديدا كان بيتابع او بيتفرج على اخر اربع ماتشات لعبهم وادي دجله في الدوري عشان يقدر يدرس الفريق بشكل مفصل، يعني يقدر يعرف نقاط القوه نقاط الضعف في فريق وادي دجله، والحقيقه يمكن الجهاز قدر انه يحصل على عدد من تسجيلات لاخر ماتشات وادي دجله، كان ماتش دجله قدام المقصه والاتحاد والاسماعيلي وكمان حرس الحدود عشان يقدر يجهز طريقه اللعب المناسبه لوادي دجله. بالمناسبه وادي دجله كان بيلعب النهارده مع اف سي مصر وقدر ان هو يكسب 2-0، واعتقد انه كان بيلعب الشوط الثاني اعتقد ناقص لعيب، فبالتالي هيكون واحد برده من الماتشات اللي اكيد الجهاز هيعرض او هيركز عليها بشكل كبير، او خلص 2-1 زي ما زمايلي بياكدوا لي دلوقتي، لكن الجهاز هيركز على الماتشات دي بشكل كبير جدا، خصوصا في المحاضره الاخيره للنادي الاهلي قبل ان شاء الله لقاء وادي دجله. في ازمه الحقيقه جديده ظهرت مؤخرا بين عدد من الانديه واتحاد الكره، وده بسبب تحليل الدم الخاص باختبار فيروس كورونا وعدم صحته في بعض الاحيان، وحدوث نوع من التخبط لكشف اللاعب المصاب بفيروس كورونا من عدمه، بناء طبعا على تصريحات بعض مسؤولي الانديه دي اللي طلبوا العوده للعمل بمسحات كورونا بدلا من تحليل الدم، طبعا لان المسحه بتكون نتيجتها صحيحه بنسبه كبيره، مسحه كورونا مش تحليل الدم. مسؤولي اللجنه الخماسيه رفضوا العوده للعمل بمسحات كورونا والاستمرار بالعمل بتحليل الدم، خاصه ان الصحه العالميه اقرته بيتم العمل بيه في العديد من الدول لاختبار فيروس كورونا. الانديه
المتضررة طلبت بتحمل تكاليف مسحات كورونا من الخزينة الخاصة بيهم، خاصة طبعا أن التكاليف اللي بتتحملها الجبلية الفترة اللي فاتت كانت كبيرة جدا. وإلى الآن ما زالت هناك يعني محاولات ما بين اتحاد الكرة والأندية بمعرفة وزير الرياضة للبحث عن أفضل الحلول في الموضوع ده، وده اللي هيتم برضو حسمه خلال الساعات اللي جاية. والأقرب لحد دلوقتي هو استمرار العمل بتحليل الدم الجديد، يعني يقول لك مسحات فيروس كورونا هي الأدق من تحليل الدم. هو الموضوع ده الحقيقة يعني علامة استفهام كبيرة جدا بالنسبة لطرفين المعادلة، سواء كنت بكلم على الجبلية أو على اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكورة أو على الأندية. وأعتقد أنه بداية كده اللعيبة بالنسبة للنادي بالتأكيد هي ثروة يجب الحفاظ عليها، وحتى بعيدا عن الرياضة وبعيدا عن الاستثمار وبعيدا عن أي شيء ليه علاقة بالمنفعة، أنا بعتقد أنه حتى من الناحية الإنسانية ما أعتقدش أنه إحنا يجب أن إحنا يعني معلش نوفر في حاجة زي كده. أنا أعتقد المنظومة الكروية في مصر سواء كنا بنتكلم على اتحاد كورة أو كنا بنتكلم على أندية بتصرف مليارات، وما اعتقدش انه لما تيجي حاجه تتعلق بسلامه اللاعبين اعتقد ان احنا مش هنتكلم بقى في تفاصيل المسح يعني اوفر وارخص ولا تفاصيل تحليل الدم. الاهم ان احنا نتاكد من سلامه اللاعبين قبل اي شيء، ايا كانت بقى الطريقه او المعدل اللي تتم بيها. طبعا جبليه بتقول من وجهه نظرها انه الموضوع اوفر بادجت، احنا صرفنا كتير جدا. المسح ممكن تكون مكلفه عشان نعمل مسح لكل فريق قبل 48 ساعه في ماتشات الدوري في 18 فريق، احنا بنتكلم على رقم كبير، لكن في النهايه اعتقد ممكن جدا الوصول لنقطه وسط كومبرومايز لطيف تقدر بيه الانديه واتحاد الكوره ان هم ينسقوا حتى لو في تقاسم لفكره تحمل التكلفه، لكن في النهايه الاهم هو الاطمئنان على سلامه اللاعبين. نروح بقى لبرشلونه. يعني طبعا احنا على مدار الايام الاخيره كل جماهير الكوره في العالم برشلونه ميسي علاقة طويلة وممتدة، واعتقد انه تاريخ كبير جدا قدر انه ميسي يعمله في برشلونة، لكن الحقيقة بعد الخروج الصعب جدا مش بس من دوري ابطال اوروبا لكن كمان من حتى الدوري الاسباني وكاس الملك، اعتقد ان العلاقة وصلت لحالة توتر شديدة جدا ما بين ليونيل ميسي وادارة برشلونة، ويبدو من حتى من تصريحات ميسي اللي هاجم فيها الادارة بشكل كبير جدا انه على خلاف مباشر مع رئيس النادي بارتوميو. ولكن التطورات اللي حصلت في خلال 48 ساعه، لان كل اللي كان بيحصل قبل كده او اللي بيتقال قبل كده ساره كان في اطار التكهنات. احنا هنا اتكلمنا وعرضنا الصوره العظيمه اللي موجوده ورا ساره دلوقتي. طبعا قلنا انه في مفاوضات من باريس سان جيرمان، في مفاوضات من الاتحاد، في رغبه من اليوفي، في رغبه من المان يونايتد، لكن حتى اللحظه مش عارفين وجهه ميسي القادمه ايه، لانه اللاعب نفسه يمكن سمعنا انه في اتصال حصل مع بيبي جوارديولا، لكن هل ده يكفي ان يكون حاسم الانتقال للاتحاد ولا لا؟ بنتكلم على طبعا دي صوره لميسي في المطار وهو في هيروح فين؟ هيروح باريس ولا مانشستر ولا ميلان ولا تورينو ولا لندن ولا احمد؟ انه رابطه الليجا النهارده حسمت الموضوع وقالت انه ميسي علشان يمشي من برشلونه لازم يدفع 700 مليون يورو. حتى اللحظه دي الناحيه القانونيه غير واضحه، خلينا نتفق على كده، لانه في بند في عقده هل يتم تفعيل هذا البند انه من حقه انه يفسخ العقد من جانب واحد بدون اي بنالتي او اي غرامه يدفعها النادي، ده وارد. الناحيه الثانيه برشلونه ميسي فعلا بيقولوا انه المفروض 700 مليون يورو ده على عقد الموسم الماضي، المفروض ان كده الموسم الماضي ده كده انتهى وان ده مش في عقده الجديد. في كلام كتير فعلا من الناحيه القانونيه، وممكن في النهايه برضو نصل الى حل وسط، يعني مش بالضروره ده يا ده، ممكن في النص تلاقي انه فريق بيعرض مثلا 200 مليون يورو. اعتقد انه برشلونه لو جاله 200 او 250 مليون يورو مليون يورو في ميسي اعتقد هتبقى بالنسبه له صفقه رابحه جدا. اللاعب ما عندوش رغبه في ان هو يكمل مشواره في نادي برشلونه. المشكله ان رئيس النادي لازم يفهم ده، رئيس النادي ممكن يعمل اي حاجه عشان ميسي ما يمشيش. يعني انا عايز اقول لك ان هو اتكلم والده قال له انا مش هقعد معاه على ترابيزه واحده غير لو هيكمل هيجدد عقده. الموضوع ما بقاش رغبه بس، الموضوع وصل كمان لحاله تمرد. يعني النهارده اخر التطورات المتعلقه بموقف ميسي انه رفض اساسا يروح يعمل فحوصات البي سي ار عشان الكشف على طبعاً كورونا، قبل طبعا ما فرقة برشلونة تبتدي استعداداتها للموسم الجديد اللي هيبتدي بكرة، استعدادات الفريق تبتدي بكرة إن شاء الله. وده الحقيقة خلى مسؤول النادي بحسب طبعا بعض التقارير الأسبانية طبعا هنشوف نجوم برشلونة هم داخلين التمرين النهاردة.
ده اللي خلى اداره النادي زي ما قلت لحضراتكم انه حسب اذاعه كادينا سير قالت انه قررت اداره النادي انه في حاله امتناع ليونيل ميسي على انه هو يخش مع الفريق في استعدادات الموسم الجديد انه هيتم توقيع عليه عقوبات تصل الى حد الخصم من مرتبه، واذا استمر ميسي في عمليه التمرد فهيتم خصم 25% من مرتبه. الفكره في النهايه اللي عايز اوصل لحضراتكم بعيدا عن الناحيه القانونيه شويه دي تحسمها الايام، ومعندناش لا احنا عندنا العقد ولا تفاصيل الخاصه بفكره انتقاله، لكن في النهايه انا بعتقد انه الطلاق واقع خلاص، يعني فكره حاله الانفصال بين برشلونه وبين ميسي اعتقد انها وقعت، وننتظر في خلال الايام المقبله مين هيكون عنده القدره على استقطاب اسطوره الارجنتين ليونيل ميسي لفريق غالبا مانشستر سيتي. بس نسيب برشلونه ونروح لليفربول الانجليزي اللي بيسعى الحقيقه ان هو يعيد العمل بنظام التبديلات الخمسه في المباراه الواحده خلال الموسم اللي جاي، وطبعا النظام ده تم العمل بيه ووافق عليه الفيفا خلال الموسم اللي فات للحد من اثار طبعا الجدول المزدحم بعد فتره توقف طويله بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. بس في 13 فريق في البريمير ليج صوتوا من اجل عوده النظام التبديلات الثلاثه، ويمكن كنا اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده يا احمد وقلنا ان معظم الانديه اللي صوتت على القرار ده هي الانديه القليله شويه في جدول الترتيب مش الخمسه الاوائل اللي لسه طالعين اصلا الدوري الدرجه الاولى زي ليدز، وقلنا ان هم كانوا شايفين ان ده في مصلحه الفرق الكبيره اكتر لانه هم اللي بيستفيدوا، هم اللي عندهم دكه احتياطي قويه تخليهم يقدروا يستفيدوا من نظام التبديلات الخمسه. بس الحقيقه انه صحيفه ميرور قالت ان ليفربول بيتصدر قائمه الفرق اللي عايزه تصوت من جديد على الامر ده خلال اجتماع رابطه البريمير ليج يوم الخميس اللي جاي، لجانب طبعا مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وارسنال. وكان كمان مدرب ليفربول يورجن كلوب صرح بان نظام التبديلات الخمسه ما تحطش علشان يخدم الفرق الكبيره بس كمان لحمايه اللعيبه من خطر الاصابات بسبب البرنامج المزدحم. صحيح. نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم برنامج السادسه. What he lacked in now since he's with us that he didn't score a goal. He had situations that was close in plenty of moments. أربعتاشر سنة بالتمام والكمال على رحيل واحد من ألمع النجوم، اسم حفر نفسه بحروف من نور في تاريخ الكيان، محمد عبد الوهاب اللي رحل عن عالمنا في 2006 تحديدا 31 أغسطس. لا تبكي نفسي على شيء قد ذهبه ونفسي التي تملك كل شيء ذاهبته. الحقيقة دي كلمات اللي ودع بيها محمد عبد الوهاب أصحابه وزمايله في غرفة الملابس قبل وفاته بأيام، كلمة كتبها بخط إيده حطها على اللوكر أو على دولابه في غرفة الملابس، وما كانش يعرف أنه بعد أيام بسيطة جدا هيرحل عن دنيانا. زي ما قلت لحضراتكم بكرة إن شاء الله يكون فات 14 سنة، ورغم ذلك يحتل محمد عبد الوهاب مكانة خاصة جدا، نجم مصر ونجم النادي الأهلي في قلوب جماهير الكرة. ايه حاله الحب وحاله الوفاء الكبيره جدا على الرغم انه مشواره ما كانش كبير، لكن الحقيقه كان بيتمتع ب انا مش هتكلم على مستواه في الملعب لانه انا بيتهيألي عبد الوهاب ربنا يرحمه كان واحد من افضل اللعيبه اللي جت في الناحيه الشمال في تاريخ مصر كلها مش بس في تاريخ النادي الاهلي. وعلى الرغم ان هو يعني رحل وهو عنده 23 سنه الا انه خد لحظات توهج ونجوميه ما خدوهاش ناس كتيرة جدا قعدوا في مكانه فترات أطول بكتير. لكن خلوني أقول لحضراتكم أنه رغم مرور 14 سنة ما زال الجمهور بيحترم ذكرى عبد الوهاب وبيفتكر محمد عبد الوهاب كواحد من أهم النجوم اللي جت في مشوار النادي الأهلي. خلوني أقول لحضراتكم والشيء بالشيء يذكر، يعني واحد من المواقف الملفتة كنت يعني كان واحد من الموضوعات برضو في ذكرى رحيله كنت قريته أنه الولد لما جه مصر وكان بيتفاوض معاه مسؤول النادي الاهلي وتحديدا كابتن محمود الخطيب، وكابتن الخطيب بيساله انت لسه ما وقعتش من النادي واحنا عايزين نعرف انت طلباتك ايه، والنادي طبعا الاهلي ليه يعني ظروف معينه. الولد قال له انه انا لعبي في النادي الاهلي وان انا البس فانيله النادي الاهلي ده حلم من احلام حياتي،
مش ممكن لما الحلم يجي يتحقق يكون ليا طلبات، انا همضي واللي انتوا عايزين تعملوه معايا اعملوه. لعيب تحس ان هو لعيب بروح المدرج، يعني انا بفهم كويس جدا انه لعيبه الكوره جزء منهم او يعني كلهم بيفكروا في 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 لعب الكوره على خصوصا مع الاحتراف انه مصدر الدخل الرئيسي وعلى فكره تامين المستقبل، لكن في لعيبه معينه بتلعب في النادي وبتنتمي للكيان بروح المدرج بروح المشجع، وانا بيتهيالي انه مفيش خلاف انه عبد الوهاب كان واحد من دول. خلونا نروح الحقيقه في يوم زي ده كان لابد انه قناه النادي الاهلي وكاميراتها تروح عشان تزور مسقط راس محمد عبد الوهاب الفيوم وتحديدا سانورس، وخلال اليومين اللي فاتوا يعني قابلنا عدد كبير جدا من اهله ومن اصحابه ومن اخواته. خلينا نشوف التقرير ده ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. طلته معروفة، بمجرد أن يستلم الكرة على أرضية الملعب تجده يخلق لنفسه عالما خاصا بمعشوقته، فيمرر ويسدد بدقة ومهارة عالية ليصبح في وقت قصير جدا من أمهر اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، النجم الراحل محمد عبد الوهاب الذي تحل اليوم الذكرى 14 لرحيله عن عالمنا. رحل وسط صدمة داخل أسوار القلعة الحمراء وحزن شديد خيم على الجمهور المصري بكافة انتماءاته. العلاقة بين الجمهور والراحل عبد الوهاب عنوانها لا للنسيان، فعلى الرغم من مرور سنوات عديدة على انتقاله لجوار ربه إلا أنه لا يزال نقطة نور رحلت عن عالم الساحرة المستديرة. فلا تنسى جماهير وعشاق النادي الأهلي والكرة المصرية بصفة عامة ذلك اللاعب الذي تميز وظهر بأداء مشرف طوال فترة تواجده بالملاعب. أربعة عشر عاماً مرت على رحيله ولم ينسى جمهور الأهلي حتى الآن البطولات التي حققها محمد عبد الوهاب مع الفريق والمنتخب الوطني، حيث تمكن من تحقيق 7 بطولات في موسم واحد. لحظات حاسمة لا تنساها الجماهير عند سقوط الخلوق عبد الوهاب على أرضية ملعب مختار التتش أثناء إحدى التدريبات صباح يوم 31 من أغسطس عام 2006 مرتديا تيشيرت المارد الأحمر ليودع المستطيل الأخضر، مخلدا اسمه بمسيرة رياضية يشهد لها الجميع بأن شعارها كان الإخلاص وزينتها الوفاء وعشق كيان الأهلي. قناة النادي الأهلي حرصت على التواجد في منزل النجم الراحل بمسقط رأسه بمحافظة الفيوم لإحياء ذكرى رحيله، والتقت مع والدته التي قالت: هو الإحساس هو كأنه يعني هو لا بيروح عن بالي ولا أنا بنساه ولا يعني ربنا هو اللي بيصبر وربنا اللي بيعيني وفضل من ربنا ان انا واقفه على رجليها لحد دلوقتي. هو بس صبر من عند ربنا، هو صبر من عند ربنا اللي انا فيه دي. اما شقيقه فتحدث عن الدور الكبير الذي لعبه محمد عبد الوهاب في حياه عائلته باعتباره السند، حيث اكد: محمد كان هو المسؤول عن كل حاجه، كان اخ واب، وطبعا كان انسان يعني كان طيب جدا، كان محترم جدا، كان بيعلمنا الأخلاق، كان بيعلمنا كل حاجة كويسة يعني. عدسة قناة النادي الأهلي اهتمت أيضا بعمل جولة بمركز شباب مدينة سنورس التي تحمل فيه صالة الألعاب الرياضية اسم النجم الراحل، وأجرت حوارا مع الكابتن فرج عبد المحسن الذي حكى تفاصيل مزاملته لعبد الوهاب في مركز الشباب ونادي الألومنيوم،
والذي أوضح: بدأت علاقتنا إن هو كان بيجي يلعب معايا ويتمرن معايا خلال الفترة يعني لحد ما وصل 15 سنة، وإحنا كنا في نادي الألمنيوم حوالي 5 لعيبة 6 لعيبة في نادي الألمنيوم. بعد كده جاء الألمنيوم معانا وكان بيتمرن في الناشئين، قعد سنة في الناشئين في الألمنيوم، بعد كده صعد معانا فريق أول. كما تحدث عاشور جابر وهو أحد جيران محمد عبد الوهاب بمسقط رأسه عن ذكرياته مع اللاعب الراحل قائلاً: كابتن محمد عبد الوهاب كان جيراننا في البيت، صديق من منذ الطفولة. كابتن محمد عبد الوهاب نموذج للشاب الخلوق، نموذج للشاب المحترم، للشاب المؤدب. الدليل على ذلك انه عايش جوه الناس وعايش في نفوس الناس وعايش في جوه ذكرنا احنا ذكرى 14 والناس لسه مفتكرها لحد الان، محدش نسيه. رحمة الله على الخلوق محمد عبد الوهاب اللي بيتهيألي إنه عزاء أهله وعزائنا كلنا الحقيقة، هو حالة الحب الشديدة جدا اللي ما زالت رغم يعني مرور 14 سنة على رحيله ما زالت الحقيقة عايشة في قلوب وعقول جماهير النادي الأهلي، ومش هبالغ لو قلت كمان جماهير الكرة المصرية. حقيقة يمكن رحيله كان صدمة، صدمه لكل الناس، مش بس بتكلم على جمهور الاهلي وعلى لعيبه الاهلي الحقيقه، لانه كان من الشخصيات المحترمه جدا، شخصيات اللي بتشعر انه جوه الملعب وبره الملعب شخص على اعلى مستوى، وده طبعا يمكن يكون واحد من اهم اسباب جمهور ذكي جدا واعي جدا وصعب جدا انه حد يخدعه، وحتى لو حد قدر يخدعه لبعض الوقت لكن ما اعتقدش انه ممكن يخدعه طول الوقت. عشان كده محمد عبد الوهاب اسم عايش بيننا لغايه النهارده. معانا كابتن سيد عبد الحفيظ. مساء الخير يا كابتن سيد. كل الزحمة من حضرتك، عامل ايه؟ اهلا بيك كابتن سيد عبد الحفيظ، طبعا مدير الكره بالنادي الاهلي، والاهم انه واحد من المقربين جدا للراحل محمد عبد الوهاب، واللي بيتهيالي يا كابتن سيد انه يعني كل الناس اللي كانت قريبه منه في التوقيت ده كانت بتقول انه قبل رحيله بايام كما لو يبدو يعني انه كان حاسس انه هو هيرحل عن دنيانا. انا عايزك تحكي لنا على اخر ايام، وانا عارف انك كنت قريب منه جدا في التوقيت ده، تحكي لنا على اخر ايام في حياه الراحل محمد عبد الوهاب. يعني يمكن الله يرحمه محمد كان من الناس اللي هي مش انا بس اللي بتكلم عليها او انا بس اللي بزكيها، يعني اعتقد كل الناس اللي عاصرته او كل الناس اللي زملته او تعاملت معاه حتى يعني هيقولوا نفس الكلام. كان صادق جدا جدا مع نفسه، كان متصالح جدا جدا مع نفسه، كان صادق جدا مع حواليه، يعني كان زي ما بيقولوا كده ابن موت، يعني حاجه واحد من الناس اللي هي قليله جدا في الحياه عامه كمصداقيه وانسانيه وتعامل برجوله. ايه اهم المواقف اللي مش ممكن ينساها كابتن سيد عبد الحفيظ لمحمد عبد الوهاب؟ والله محمد يمكن برضو يمكن انا ما لعبتش معاه كتير لان بحكم السن يعني، لكن يمكن في اخر اسبوع او 10 ايام قربنا مع بعض قوي، فبحكم ان انا كنت بعمل ماتش اعتزالك وهو كان يعني هو اللي بيغني الاغنيه بتاعته اصلا. أيوة. حتى قبل الوفاه بيوم كنا مع بعض بشكل مستمر جدا وبشكل طول اليوم تقريبا ال 24 ساعه كنا مع بعض فيها يعني. فمش مساله صدمه وبس، تحس ان انت كنت بتحلم وحلم ما كانش لطيف الحقيقه خالص يعني. لكن درس مش لمحمد لانه اكيد في مكان احسن وواحد احسن بكتير. طبعا طبعا درس لينا كلنا يعني طبعا لحظه طبعا ما يغلاش على اللي خلقه. بس خليني اسال حضرتك سؤال، وحضرتك مدير كره وبالتاكيد تعاملت مع عدد كبير جدا واجيال مختلفه من لعيبه النادي الاهلي، سواء وانت
لاعب في الفريق او حتى لغايه لما وصلت لمنصب مدير كره في النادي الاهلي، ايه سر المكانه اللي بيتمتع بيها محمد عبد الوهاب؟ يعني 14 سنه على رحيله وما زالت الجماهير بتفتكره وما تقدرش تنساه، وحطاه في مكانه يعني اللي هو في حته لوحده ثانيه خالص، يعني من وجهه نظرك ايه السبب في ده؟ والله انا اشوف ان دي من نعم ربنا، يعني من حب ربنا للعبد، يعني من حب ربنا للانسان، ان انت حتى بمجرد ذكراك او محو اسمك على الوجود ذكراك بتفضل موجوده. اعتقد دي يعني مهما تفسرها او مهما تحاول ان انت تحللها يعني مش هتلاقي غير حاجه واحده بس، حب ربنا للانسان ده اصلا. ايوه. او قرب ربنا او قرب الانسان ده من ربنا. لكن كتير جدا بيعمل حاجات كتيره قوي 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 وبعد كده يعني شهر اثنين ثلاثه وامور الحياه وسنه الحياه طبعا، لكن لما يبقى في واحد عمره يعني 23 سنه ولا 24 سنه يعني ما يزيدش عن كده او اقل من كده كمان بسنه ولا حاجه، 23 سنه بالتحديد، انت بتتكلم في واحد يعني معاش فتره طويله جدا عشان ياثر في الناس بالشكل ده، لكن يجي المشهد الاخير وربنا سبحانه وتعالى يعني العمليه مش بقطرها، العمليه باصدقها واخلاصها. أيوة. اعتقد انه عشان كان صادق ومخلص جدا، فاعتقد ان الناس كلها يعني وصل لها الاحساس ده يعني. صحيح. انا متهيألي ان الراجل ده ما عملش حاجات كتير قوي عشان يبين هو ايه. اكيد. لكن الحاجات اللي هو مخلص فيها جدا حتى ولو كانت يعني مش كتير لكن عند الناس واصله وحساها يعني. فحب ربنا للانسان ده اعتقد هو السبب الرئيسي يعني. واعتقد انه كنت لسه قبل حتى يعني ما تدخل معانا كابتن سيد على الهوا كنت بقول انه صعب جدا انك انت تخدع الجماهير طول الوقت، يعني بالتاكيد المشوار اللي قضاه عبد الوهاب في الملاعب، وانا مش بس بتكلم على جمهور نادي الاهلي، انا بيتهيألي وحضرتك مش عارف تتفق معايا في ده انه كل جماهير الكره زعلت على محمد عبد الوهاب في مصر في وقت رحيله. طبعا من الصعب جدا على لعيب انه يضحك على جمهور او يخدع جمهور، ولو نجح انه يعمل ده في فتره صغيره جدا ما اعتقدش انه يقدر يعمل ده طول الوقت. بص انا عندي قناعه يعني مقتنع بها تماما، يعني قد تكون في بعض الاوقات ما بتقولش اللي جواك، لكن اللي اعلم باللي جواك هو ربنا سبحانه وتعالى، عشان بيبقى في مشهد زي ده. يعني انت لو جبت حتى الجنازه نفسها، ايوه، يعني الجنازه مهيبه جدا، صعبه جدا، في يعني رغم ان الوفاه مثلا كانت الساعه 10 ولا الساعه 11 والجنازه كانت بعدها بثلاث اربع ساعات، ومع ذلك شوف كميه الناس اللي كانت موجوده، رغم ان انت في العصر ده ما كانش السوشيال ميديا بالشكل الفظيع اللي انت فيه اللي هو في ثانيه كل الناس تعرف يعني، تمام، ومع ذلك كميه بشر بكل انتماءاتها وبكل ميولها وبكل المسافات المتباعده اجتمعت في مكان واحد اللي هو مش في القاهره كمان، يعني هو كان في الفيوم، يعني بص المسافات كانت عامله ازاي ومع ذلك الجنازه كانت عامله ازاي. يعني انا بقول يعني ده يعني قدره ربنا سبحانه وتعالى، والمشهد ده ربنا سبحانه وتعالى يعني صحيح. هو الـ يعني المسج اللي هي عايزه توصل ان الراجل ده كان صادق جدا، كان مخلص جدا، كان راجل يعني نقي جدا زي ما قلت، متصالح جدا مع نفسه. يعني ما اعتقدش ان في واحد في يوم من الايام مثلا قال لي او اشتكى لي او يعني في حاجه ما بينه وما بينه حتى لو على سبيل الهزار يعني. فربنا يرحمه ويصبر يا رب يا رب. عظيمه جدا الحقيقه. طبعا 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 جدا طبعا جدا. انا بحبها جدا وبقدرها جدا، وربنا يبارك لها في اولادها في احمد ومحمود وان شاء الله الرحمن باذن الله نتقابل كلنا يا رب في مكانه عبد الوهاب او عند عبد الوهاب باذن الله على خير باذن الله. وبنطلب منكم انت وكل نجوم الاهلي ما تنسوهاش ابدا كابتن سيد. لا طبعا. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، والحقيقه يعني اعتقد انه مشاعر الحب والتقدير الكبيره مش بس طبعا عند الناس اللي زملت ولعبت مع كابتن محمد عبد الوهاب الله يرحمه، لكن الحقيقه مشاعر الحب والتقدير دي ممتده للملايين، معاني كتير قوي جسدها محمد عبد الوهاب في الفتره اللي ارتدى فيها فانيله النادي الاهلي. بكلم حضراتكم زي ما قلت في البدايه على كم كبير جدا من الاخلاص، حاله كبيره جدا من الانتماء، حب شديد جدا. اللعيب اللي دايما عنده القدره على انه يضحي، او بلاش اقول يضحي، انه يجي على نفسه او يفضل تيشرت النادي بتاعه على مصلحته الشخصيه في اوقات كتيره جدا، بقت يعني اعتقد انها بقت عمله نادره في عصر بقت بتتحكم فيه الماده في كل شيء. من الناس الحقيقه برضو اللي اعتقد كانوا مرتبطين بكابتن عبد الوهاب بشكل كبير جدا
في فترة وجوده في النادي الأهلي كان كابتن أسامة حسني اللي معانا على التليفون. مساء الخير يا كابتن أسامة. النور يا أستاذ أحمد. أهلا بيك. بيك وكل مشاهدي قناة النادي. أهلا أهلا بحضرتك. في ذكرى رحيل ال 14 ما زال عبد الوهاب نجم عايش في قلوب الأهلاوية، وبيتهيألي في قلوب كمان زمايله اللي لعبوا معاه والعصروا في الفترة اللي كان فيها داخل جدران القلعة الحمراء. تتكلم مع جمهور نادي الأهلي عن عبد الوهاب وتقول إيه أو تحكي إيه؟ يعني محمد عبد الوهاب الله يرحمه كان أخ وصديق، ويعني بعد مرور 14 سنة من رحيله يعني ما شاء الله الناس ما زالت تتذكره كأنه موجود في الملعب بالفعل. الكلام ده كله جه من إن محمد عبد الوهاب يعني مش مجرد لاعب، يعني عدى على النادي الأهلي، ولكن يعني حبه وإخلاصه للنادي الأهلي والمكان اللي هو كان موجود فيه ده اللي ساب الاثر بعد 14 سنه ما زالت الناس تتذكره بكل خير. ايوه. يعني من ابرز المواقف اللي كان بيحكيها لنا محمد عبد الوهاب وقت ما انضم للنادي الاهلي، وعلى ما اتذكر كان الكابتن محمود خطيب هو اللي يعني بيتفاوض معايا في الوقت ده عشان ينضم للنادي الاهلي. فالكابتن يعني اول حاجه جمعته محمد عبد الوهاب قال له انا عايزينك في النادي الاهلي، فقال له يعني ده شرف ليا. فالكابتن بيقول له طب طلباتك ايه يعني؟ قال له يعني حضرتك يا كابتن بتحقق لي حلم كنت بحلمه في يوم من الايام، فيوم ما حلمي يتحقق يبقى ليا طلبات؟ قال له لا طبعا يعني شرف ليا وحلم يعني ان انا انضم للنادي الاهلي. ويعني محمد عبد الوهاب بعد 14 سنه هو درس لكل الناس اللي بتبحث عن الماده دلوقتي. شوف حتى بعد رحيله بعد 14 سنة ازاي الناس ما زالت تتذكره. يعني انا كمان على المستوى الشخصي يعني كان بيجمعنا مواقف كتير حتى كان قبل يوم الوفاة. انت لعبت معاه في الاهلي وزميلته كمان بتهالي في المنتخب العسكري كابتن اسامة. المنتخب العسكري كنت موجود معاه كمان في بطولة المانيا في كاس العالم العسكرية في المانيا، وقتها خدنا بطولة كاس العالم العسكرية في المانيا يعني. كمان يعني من ضمن المواقف اللي جمعتنا بيه كان قبل ما يتوفى بيومين بالظبط. ايوه. كان في الملعب كان قاعد على الدكه في ملعب مختار التتش، وانا كنت بنروح دايما التمرين بدري يعني، فانا كنت قاعد جنبه الدكه فلقيته زعلان ومتضايق. فقلت له ايه اللي مضايقك؟ قال لي كان في واحد صاحبنا اسمه محمود وحيد قبلها بيومين كان توفى يعني. فقال الدنيا يعني مش ماليه. ده كان واحد من اصدقائه المقربين. وكان معاه في منتخب الشباب يعني، وكان زعلان عليه. فحتى يومها لقيته بيديني صورة مريم يعني، أنا ممكن أحكي القصة دي المرة الثانية. قال لي دي خليها عندك صدقة جارية يعني تذكرني بيها لو ربنا توفاني. فحتى أنا يومها حفظت الصورة دي يعني حبا في محمد عبد الوهاب. أيوه. ما زلت كل ما أقرأ الصورة دي في القرآن الكريم وأوصل لها دايما أتذكر محمد عبد الوهاب وبدعي له. يعني ربنا يرحمه كان إنسان طيب وكان إنسان جميل وكان حاجة محترمة جدا، وسبحان الله يعني قبل الوفاة بساعات كنا كلنا موجودين. بس اسمح لي كابتن أسامة بما انك انت كنت قريب جدا منه الحقيقة، لانه ناس كتير جدا كانت بتتكلم انه عبد الوهاب الله يرحمه كان عنده احساس يعني كبير جدا بانه، وكان في بعض التصرفات وبعض الكلام اللي بيقوله كما لو يبدو كانه حاسس انه كانت يعني نهايته قريبة. الكلام ده حقيقي؟ حقيقي. ما انا بقول لحضرتك يعني سبحان الله قبل الوفاة بساعات كنا موجودين لعيبة النادي الأهلي مع بعض على ما أتذكر. كان وقتها كنت أنا وإسلام الشاطر والرياض وحسن مصطفى محمد شوقي يعني نادر السيد وقت ما كان موجود في النادي الأهلي، ومع كابتن سيد عبد الحفيظ كنا بنعمل أغنية بتاعت ماتش الاعتزال بتاعت كابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد عبد الحفيظ وكنا موجودين معاه في الاستوديو، وكان اللي بيغني الأغنية محمد عبد الوهاب. قبل ما توفى بساعات الله يرحمه. سبحان الله وهو بيقول كلمات الاغنيه كانه بيقولها لنفسه. فبيقولها لنفسه، فهو يعني كان انسان طيب انسان محترم وكان قريب جدا من ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. يعني بالرغم كمان ان هو يعني ما لعبش سنوات طويله في نادي الاهلي. ايوه لكن صاحب لكن بصمه مهمه جدا. بصمه وكان مؤثر في الفتره اللي فيها باخلاقه بسلوكياته بادائه في الملعب باخلاصه بحبه لناديه، علشان كده ما زال الناس كلها بعد 14 سنة لسه فاكراه. تذكر محمد ذهب بكل خير. صحيح صحيح. أنا بشكرك شكرا جزيلا كابتن أسامة حسني نجم النادي الأهلي طبعا ومنتخب مصر، و
الكلام اللي بيقوله كابتن أسامة وغيره الحقيقة من الناس اللي زاملوا وعصروا كابتن عبد الوهاب بيأكد على معنى ودلالة واضحة جدا. خدوا بال حضراتكم أن النجومية في أوقات كتيرة جدا للأسف الشديد يعني بتبقى عند كتير من الناس اللي ما عندهاش حالة الاتزان وسيلة للخروج خارج النص، أنك أنت تعدي كل الخطوط الحمراء. في مواهب كتيرة جدا شفناها في تاريخ مصر، مش بس في الأهلي، في كل الأندية، للأسف شديد جدا بسبب الموهبة الجارفة أو النجومية الطاغية اللي تعرضوا ليها راحوا الطريق وما رجعوش تاني، وما اعتقدش أنه حد من الجماهير بيفتكرهم لغاية النهاردة. لكن محمد عبد الوهاب بالإضافة لموهبته وبالإضافة لكل الحاجات اللي بكلم حضراتكم عنها من انتماء وإخلاص لكيان النادي الأهلي، كان الحقيقة على خلق رفيع جدا، وأعتقد أنه محدش يمكن في مرة واحدة اتكلم على الراحل عبد الوهاب بكلمة وحشة. وده بيأكد على فكرة أنه الجمهور ما زال لغاية النهاردة بيحترمه ويقدره، وما اعتقدش أنه جمهور النادي الأهلي ولا جماهير الكرة في مصر تنسى محمد عبد الوهاب ولو بعد 14 سنة جاية. بنفتكره لأنه وإحنا الحقيقة ما نسيناهوش عشان نفتكره، لكن مهم جدا في ذكراه أنه يكون حاضر على شاشة الأهلي وفي السادسة مساء. هسيب حضراتكم بقى أو هختم الفقرة دي بكلام مؤثر للسيدة والدة النجم الراحل محمد عبد الوهاب، وفاصل ونرجع حلقتنا مستمرة مع حضراتكم السادسة مساء. الإحساس هو كأنه يعني هو لا بيروح عن بالي ولا أنا بنساه، ولا يعني ربنا هو اللي بيصبر وربنا اللي بيعيني، وفضل من ربنا إن أنا واقفة على رجلي لحد الوقت. بقول لو كان عايش كان اتجوز وكنت شفت ولاده حواليا دلوقتي كبار، كانت حياتي هتبقى غير كده خالص. بقعد افكر في الحاجات دي فعلا، ولان هو كان برضه بيقول لي على حاجات كتيره كان هيعملها لي، بس ربنا ما نولوش. بقى محمد كان صغير بس كان ذكي وكان حنين في نفس الوقت، ودماغه كانت كبيره. كنت هو صغير بس كنت تقعد تشور عليه في حاجات، تكلميه في حاجات ما كنتش بتلاقيها عند الناس الكبيرة. كان بالنسبة لي أنا بقى أبويا وأخويا وحبيبي، ويعني كان بالنسبة لي أنا كان محمد ده كان كل حاجة في دنيتي أنا بالذات، وإخواته برضه كانوا أي حاجة الشرى لمحمد، يعني ما ياخدوش رأي حد إلا محمد. أي حاجة يطلبوها من محمد وأبوه موجود، لا محمد، لا استنوا لما محمد ياجي. ساعة ياجي محمد هنا يبقى البيت فرح، يبقى فرح كلهم يجوا بولاده، ويجيب لهم بقى حاجات كتيره. وكان مثلا اللي تولد ما يسميش ابن الا محمد. محمد كان كل دنيتنا. الاهلي نادي محترم ومحدش تخلى عنا منهم خالص، يعني كل اللعيبه وكل الناس. هو من سنة كده لقيت اللاعبة بحتلي هدية مع الكابتن سيد، وهو كابتن سيد يعني، وهم وبعتوا لي هدية هنا، وهو جه بنفسه كابتن سيد عبد الحفيظ. فمحدش تخلى عن محمد. محمد خد حقوقه، احنا خدنا حقوق محمد كاملة. عايز اقول له ما حبتش حد قدك.
ومش قادرة أنساك لحظة، وما حدش حن علي قدك ولا بعدك، وهفضل كده لما أجي جنبك.